وانا مش ممكن ادخله هنا؟ لا ده ممكن دي لا وعلى انا عارف ان عشان اقفل بسرعه بقيت الكهرباء جيت من فوق جيت من فوق الصبح عشان ما يسوش ده كان بيلف بقى اسلام لا هو شفع والله لا بجد شباب صغير الراجل ده عم كرامه ولا كان عندي يعمل دي مش عارف كام شهر واللي كانت اسمها الحاجة دي اسمها ايه؟ ده دي شهيد قال لك حاجة فعلا انا يكون ساعة طول كده بص 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 انت فنان لا والله بجد انت فنان محمد صلاح محمد افند من ناس محمد من قريه الدير مركز سوق اليوبي شايفين نموذج ليه مجسم فانوس رمضان وكمان الشخصيات الكرتونيه الجميله طبعا فكرنا برمضان زمان يعني كل سنه وانتم طيبين يا فندم سر بقى الفانوس ده ايه نظامه وكمان الشخصيات الكرتونيه الفانوس ده يا فندم انا عامله يعني ان هو يكون اكبر فانوس في مصر تمام والشخصيات الكرتونيه ديت هشارك بيها في حفله مدرسيه طب الفانوس ده بقى طوله قد ايه بالظبط الفانوس ده طوله 5 متر 5 متر وزنه ما يقرب من 100 كيلو 100 كيلو ده طول ما كان المفروض كان من المقرر ان هو هيبقى اطول من كده ايوه يا فندم كان في الاول 12 متر وبعدين خلوته 8 متر لقيت برضك ال 8 متر كبير زياده عن اللزوم صغرته بقى 5 متر خد معاك شغل قد ايه الفانوس خد شهر ونص شهر ونص. بدأت فيه ازاي بقى وبدأت التنفيذ على الأرض الواقع ازاي؟ أنا الفكرة ديت كانت في دماغي من زمان تمام بس أنا عملتها السنة اللي فاتت تمام وعلى ما الفانوس خلص كان رمضان قرب يخلص يعني أنا على ما عملت الفانوس كنت بقالي 15 رمضان تمام أنا بقى السنة دي جددته وحدثته وكبرته يعني زودت الطول بتاعه أو حاجة زي كده يا فندم كان الأول كان أنت قلت إن هو كان طوله الأول كان هيبقى فيه صعوبة في التصوير وكده يعني أيوه يا فندم الاقبال عليه طبعا بقى كان عندي لا يا باشا دي كان محطوط على طريق سريع عندنا كان اي حد معدي كان يتصور جنبيه كان بيجي له ناس من بلاد تانية ومن محافظات تانية كانوا بيتصوروا مع الفانوس بيتصوروا جنب الفانوس وفي حد عرض عليا ان هو يعني ناس كتير عرضت عليا انها تشتريه انت ده تكلفته كان عليك قد ايه كده؟ تكلفته ما يخرج من 8000 في مبالغ كبيره جات لك فيه غالي فيه الاسبوع اللي فات 12000 هتحط في مول في التجمع ليه فضلت انه يفضل موجود او الناس تصار معاه والموضوع انا دلوقتي عامله للناس بمناسبه الشهر الكريم يعني فرحه الناس عندما يكون حد واقف وصار جنب الفانوس ويدعي له ويمشي ديت عندي حاجه تسوى كتير عامل له اضاءه برضه وكده باضاءه وكل حاجه بس طبعا النهار مش هينفع شغل النماذج بقى كرتونيه بقى دي يا فندم بوجو طمطم وبقار ورشيده وفطوطه دي كلها برضه خشب ومرسومه هاند ميد نموذج مثلا من الهاند ميد ده بياخد معاك وقت قد ايه يعني مثلا لو انا شغال في حاجه زي كده بتاخد يوم فكار كله يعني كاي نموذج انت بتبدا رسم الورق والخشب بنبدا رسم على الورق وبعد الرسم على بناخد الاستنباط نطبعها على الخشب ونفرغها بحاجه اسمها الارقط واللوتر ونلونها بقى الوان ده الوان زيت الوان زيت ايه الوان حيطان دي نماذج دواليب صغيره تمام وسراير وكومندينات دي برضو تقعد معاك شغل كتير برضو ده كله شغل هاند ميد لا دوت شغل كمبيوتر وهاند ميد تقفيل هاند ميد او رسم على الكمبيوتر يعني الحاجات الصغيره ديت بنعملها على الكمبيوتر تمام قديما وامورك يعني انا بجدد العهد القديم في اعمالي يعني انا عملت ديت نظام حله بغطاء تمام يا فندم تمام ماشي ودوا بور الجاز تمام تمام
ومع حضرتك دي اللمبة. دي لمبة الجاز. لا اللمبة لمبة الجاز. ماشي يا فندم. ودي الأبريق. والأبريق. ده برضه شغل هاند ميد ده. ده شغل ده شغل هاند ميد بيتعمل على المخرطة مخرطة الخشبة. المسجد برضه والمركب و ده بقى شغل كمبيوتر مع هاند ميد برضه. بالظبط. مثلا برج ايفل والمسجد ده مثلا بياخد معاك شغل قد ايه؟ لا هي ما بت... الحاجات زي ديت ما بتاخدش وقت. يعني بنرسم مع الكمبيوتر وبتتعمل على حاجه اسمها مكنه ليزر. مكنه ليزر. والحاجات ديت اصلا بقت يعني بقت تخش في الديكورات كتير وبتطحن في الان يعني الاقبال برضه بقى عليها كبير يعني. وبقت ملا المحلات يعني احنا بقت ملا محلات مصر كلها. وبقت تصدرها بره كمان. كمان. برضه برج القاهره كمان من النماذج اللي انت صممتها. فوانيس بقى انت قلت لي الفوانيس دي قبل خيش. دي الفوانيس ديت قبل خيش. قبل خيش. والبورتريهات برضو. والبديات بورتريهات نظام صواني. دي صواني خشب. صواني كمان. تمام شغال فيها وحد معايا اسمه علي ياسين. شغال بردك فنان في الحاجه ديت. تمام. شغال معاه فيها. ده شغل اركيد برضو وهاند ميد وحاجات. ايوه يا فندم ده كله شغل هاند ميد. دي اباجورات خشب. اباجورات يعني. دي بتدهن وبتتحط فيها اللمبه. تمام. بتتباع بردك تبع التحف. يعني دي واقفه على الدهان كده كمان. كاس العالم انت صممته برضه ده ايه مناسبته برضه؟ كاس العالم يعني احنا بنعمل اي حاجه. انت صممته في وقت كاس العالم ده؟ ده صممته وكان حد شغال معايا اسمه علي ياسين يعني فنان فعلا في الحاجه دي. هو اللي بدا في تصميمه. بنبدا يعني. في التصميم يعني احنا بنكمل بعض يعني هو بيشتغل في حاجه وانا بشتغل في حاجه لغايه ما بنطلع. شايفين عندك هنا المسجد الاقصى والشهيده شيرين ابو عقله. يعني المسجد الاقصى خد معاك وقت قد ايه؟ لا ده خد شهرين. شهرين. بدات فيه ازاي بقى؟ انت قلت لي كل ده شغل هاند ميد. ده كله شغل هاند ميد يدوي 100%. 100% ونموذج يعني كانك قدام المسجد الاقصى بالكامل. بالظبط يعني. انا خدت مقياس الرسم والابعاد والالوان وكل حاجه وعدد الشبابيك وعدد البوابات وعدد كل حاجه ونفذتها على طبيعتها. وطبعا في لافتات القدس العربيه وفي بره يعني دي انت اللي صممها برضه. ايوه يا فندم. انت قلت لي ده خد منك حوالي شهرين. خد مني شهرين يا فندم. التصميم انت في البدايه وبعد كده بدات الشغل يدوي يعني. ايه سر ال وده اتنشر على جميع الجروبات في فلسطين وجاب اقبال اصلا من الناس كتير جدا. يعني في ناس والتلفزيون الفلسطيني كلمني وعمل معاه لقاء. عن المسجد الاقصى. والشهيده شيرين ابو عقله برضه انت قلت لي انت عملت وقت استشهاد. اثناء الاستشهاد. بدات انت صممته وطبعت الصوره بتاعتها عليه. يعني انا حبيت ارسم الخيال ان هو ما يخرج من الحقيقه. يعني مثلا التمثال مع المسجد الاقصى يعني كنت احطه كده في ساحه هو ما كان في الصور ما كانش يبان الحقيقه حقيقي من التقليد. يعني اللي صوره حتى قرب منه كانه هو كانه الحقيقي. مع نفس الالوان ونفس كل حاجه.